اهلا بحضراتكم. العين بالعين والسن بالسن، عنوان عريض الحقيقه النهارده لازم ان احنا نضعه لحلقتنا. العنوان العريض ده لانه النهارده بيتجلى في موقفين مهمين جدا جدا جدا. الموقفين دول، موقف منهم هو تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابي هشام عشماوي اللي اتنفذ فيه النهارده حكم الاعدام من الجهات المختصه على الجرائم واحكام الاعدام، الاحكام بالاعدام في الاحكام النهائيه اللي اخذها ثلاث احكام بالاعدام، والنهارده تم تنفيذ حكم الاعدام في هشام عشماوي. وده الحقيقه عشان كل الناس اللي فقدت اهاليها، من جنود، من ضباط، من مدنيين، من مسيحيين، كل المصريين النهارده من حقهم النهارده ان هم ياخدوا العزاء، من حقهم النهارده ان هم يفخروا ببلدهم، ان ايدين بلدهم وايدين عداله بلدهم تقدر ان هي تطول كل من تسول له نفسه ان هو يمس مصر والمصريين وامن مصر بسوء، سواء من اولادها او حتى من غير اولادها. ده العنوان الثاني اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وهنيجي على قصة عشماوي، اعدام عشماوي، ولينا وقفة مهمة فيها جدا جدا في حلقتنا الليلة ان شاء الله. العين بالعين والسن بالسن مرة اخرى، والبادي اظلم، نضيف ليها البادي اظلم. هذه المرة عنوان عريض جدا في تعامل الدولة المصرية القوي، تعامل الدولة المصرية الحاسم اللي لا يرضى ولا يقبل ابدا الدنية على الدولة المصرية او المصريين. النهاردة الطلب اللي كنا طلبناه في نفس هذا المكان في هذا البرنامج من 3 أيام من الحكومة المصرية إنها ياريت تاخد رد، ورد بالمثل وفقا للأعراف الدبلوماسية المعروفة والإجراءات المعروفة، المعاملة بالمثل إزاء ما أقدمت عليه دولة قطر اللي اختصت المصريين بمنع الدخول، حظر دخول المصريين وحاملي الجنسية المصرية إما بشكل مباشر للدوحة أو المصريين اللي جايين عن طريق نقاط وسيطة عشان يحموا مواطنيهم. لا، إحنا بقى النهاردة الدولة المصرية اللي بتحمي مواطنيها من الوباء الذي قد ينتشر عن طريق حامل الجنسية القطرية. حق مصر، حق الدولة المصرية إنها تخاف على رعاياها، على مواطنيها. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة قطر النهاردة فيها 8 حالات إصابة مؤكدة، 8 حالات إصابة مؤكدة بالكورونا موجودة في قطر، وبالمناسبة العدد بيزيد والعدد هيزيد نتيجة للإجراءات اللي هم واخدينها. ورينا لحضراتكم إزاي الطيارات وحركة الطيران على الخطوط الجوية القطرية وغير الخطوط الجوية القطرية ما زالت تفد إلى مطار حمد بن الدوحة حتى تاريخه، سواء من إيطاليا، سواء من إنجلترا، سواء من فرنسا أو غيرها من دول العالم والصين. فبالتالي العدد هناك مرشح. ده الحقيقة شيء عظيم جدا اللي الحكومة المصرية اتخذته النهاردة بحظر دخول القطريين وحامل الجنسية القطرية عن طريق بشكل مباشر أو حتى عن طريق نقاط وسيطة إن هم يدخلوا مصر، وإن ده يسري أيضا على حاملي الإقامة من القطريين حاملي الإقامة السرية في مصر، وده ان شاء الله هيبدا من بعد بكره. وادي قدام حضراتكم 8 حالات موجوده في قطر. خلوني لازم ارحب بسياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سياده المستشار مساء الخير على حضرتك. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك يا فندم. خليني اشكر الحكومه المصريه، الحقيقة رد فعل الناس على السوشيال ميديا قد ايه احساس بالسعادة، قد ايه احساس ان احنا مش قليلين، ان احنا اللي يبصلنا بعين هنبصله باتنين. انا اسف ان انا بتكلم بعيدا عن الدبلوماسية، اتفضل يا فندم. لما هو ده جزء من دورنا كحكومة، اسعاد الناس، يعني حالة السعادة اللي شعر بها الشعب المصري نتيجة القرار الذي اتخذناه اليوم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وتذكر ان انا كنت في مداخلة مع حضرتك من 3 أيام. مظبوط يا فندم. لكن من حقنا يعني نطبق هذا المبدأ، وانت ساعتها قلت لي يا ريت يا ريت، فالحكومة المصرية استجابت اهيت. مشكورة. الحمد لله. وطبقنا هذا المبدأ على كل حاملي الجنسية القطرية، حظر دخول اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليل الجمعة، يعني بعد بكرة، يعني بكرة الخميس الساعة 11:59 مساء يكون آخر دخول مسموح لقطري للأراضي المصرية. بعدها اعتبارا من الساعة 12 يحظر دخول أي من يحمل الجنسية القطرية أيا كان الدولة القادم منها. طالما هو يحمل الجنسية القطرية سيتم تطبيق حظر الدخول عليه.
أسوة بما فعلت قطر تجاه المصريين، وأيضا في إطار الإجراءات الاحترازية اللي احنا متخذين. احنا عندنا خطة وطنية يعني قوية للغاية، وشهدت بها منظمة الصحة العالمية لتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه الدول التي بها الكورونا، وقطر زي ما حضرتك قلت بها 8 حالات. نحن الحمد لله ليس لدينا سوى حالة واحدة لأجنبي، لا يوجد أي مصري من 100 مليون مصاب بالكورونا الحمد لله حتى الآن. فتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيسري على قطر اعتبارا من الخميس مساء الخميس صباح الجمعة، وحتى إشعار آخر لا يوجد موعد محدد حددناه لإنهاء هذا الإجراء. حتى بالنسبة للطلبة اللي بيدرسوا مثلا في الجامعات المصرية؟ حتى بالنسبة للطلبة، حتى لو كان هذا الطالب يحمل إقامة في مصر، طالما هو ليلة الخميس سيكون موجودا خارج مصر لن يسمح له بالدخول طالما هو يحمل الجنسية القطرية. الحظر يشمل من لديه جواز سفر قطري أو حتى الذي لديه جواز سفر قطري ولديه إقامة دائمة في مصر أو إقامة يعني إقامة مسموح بها في مصر، لأن قطر اتخذت ذات الإجراء. نحن طبقنا بالضبط المعاملة بالمثل بحذافيرها. بالضبط يا فندم. طيب أنا حابب برضو أقف مع حضرتك سؤال آخر لو تكرمت سيادة المستشار. من بين الشائعات والكلام غير الموثق اللي بيطلع، في الحقيقة تعاملين، في إيجابية مفرطة وفي سلبية مفرطة. لما هنلاقي مثلا إشاعة مفرطة في الإيجابية إن مصر إدت علاج للصين، براءة اختراع لمواجهة الكورونا، ونلاقي إشاعة أخرى إن تم أو بيتم إخلاء المدارس. واحدة غاية في الإيجابية المفرطة والحلم المفرط، والتانية في السوداوية المفرطة وفي السلبية المفرطة. رد الحكومة إيه يا فندم؟ إلى هما خطر. الإيجابية المفرطة التي لا تستند إلى حقيقة هذا خطأ، والسلبية المفرطة التي لا تستند للواقع خطأ. علشان كده كنا حريصين أيضا على نفي الشائعة اللي البعض انتشى بها ورآها إيجابية، إن مصر قدمت عقار مستحدث لعلاج الكورونا إلى الصين. لا طبعا، هذا لم يحدث. لا توجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة نجحت حتى الآن في استحداث هذا العقار. حتى نائب الرئيس الأمريكي كان بيتحدث إن التجارب المخبرية يعني ستبدأ بعد 6 أسابيع، وربما يعني في نحتاج حوالي 6 أشهر حتى تصل الولايات المتحدة إلى هذا العقار. لكن نحن نفينا هذه الشائعة. كما قلت يعني استند للمعلومة الحقيقية. نحن دولة كبيرة، لا نحتاج يعني لنشعر بعظمة هذه الدولة أن نختلق إشاعة طبعا لا تستند إلى حقيقة تقول أننا اخترعنا شيء. مثلما ننفي الشائعات السلبية ونكون حريصين على نفيها في الإعلام، حرصنا أيضا على نفي الشائعات الايجابيه او ما تسمى يعني ايجابيه. انا ما اعتبرش اي شائعه ايجابيه. طبعا شائعه ايجابيه. طبعا. وكذلك المدارس يا فندم والجامعات الحمد لله امنه، كل الاجراءات بتتخذ ازائها وما فيش اي شيء فيها سلبي. لا يوجد اي اصابه ولا حتى اشتباه باصابه بالكورونا لا بين طلبه المدارس ولا بين طلبه الجامعات. وخليني يعني في نص دقيقه اقول بس، لان الناس بدات دلوقتي اي حد يجي له شويه اعراض برد يسال طب انا اروح انهي مستشفى حميات. الجماعه اللي يروح مستشفى الحميات او اشتباه في اعراض كورونا، هما 3 حالات هقولهم لك بسرعه. اللي يكون راجع من دوله بها الكورونا او من الدول المصابه بالكورونا، يكون راجع خلال يعني 14 يوم بقاله 14 يوم في مصر وراجع من هذه الدوله، ده الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان يكون مخالط بصفه لصيقه لشخص تاكد اصابته بالكورونا، زي مثلا الـ7 المصريين اللي هما كانوا ملاصقين او مخالطين للاجنبي اللي حاليا بيعالج من الكورونا في مستشفى النجيلة. دول يشتبه في الكورونا، وبالمناسبة الحمد لله طلعت حالتهم سلبية، ليس لديهم كورونا. الحالة الثالثة اللي ممكن يشتبه في نفسه ان هو عنده كورونا، ان يكون مخالط لشخص، الشخص ده يكون راجع بقاله 14 يوم من احدى هذه الدول المصاب. لكن ما دون ذلك هي اعراض البرد العادية، ولا داعي للفزع ولا داعي للتهم. أنا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا سيادة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الحقيقة على هذه الرؤى والأخبار الحقيقة. وشكرا جزيلا كمان يعني لو يعني قلنا إن احنا طلبنا هذا الأمر فيما يتعلق بموقف مماثل لما اتخذته قطر، فطبعا لازم نشكر شكرا جزيلا للحكومة والمستشار نادر سعد اللي كان معانا في هذا الاتصال الهاتفي الحقيقة.
في إطار الشفافية هأحيل حضراتكم دلوقتي لما كتبته منظمة الصحة العالمية على موقعها، بيان يخص مصر من حوالي 3 ساعات بالظبط. منظمة الصحة العالمية هيظهر قدام حضراتكم بتعلق على الوضع في مصر فيما يتعلق بالكورونا والإجراءات. الكلام ده من 3 ساعات. منظمة الصحة العالمية بتقول، تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن عدد الحالات التي ثبت إصابتهم بمرض كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس 2019 يعني، هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وقد تم التعامل معهم، خدوا بال حضراتكم من اللي جاي، وقد تم التعامل معهم بمهنية، وأيضا تم الكشف على جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة. ده قول فصل من منظمة الصحة العالمية من 4 ساعات، وآخر أبديت أو آخر مستجد إذا رؤية المنظمة للوضع في مصر زي ما هي شايفة العالم كله قدام عينيها. وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد أعلنت كمان اليوم أن تم إجراء تحاليل ل 1904 حالة من المشتبه بهم. 1904 حالة من المشتبه بهم، إما زي ما قال سيادة المستشار كده، إما يكون جاي وظهر عليه أعراض جاي من بره، أو مخالط لحالة زي الحالتين اللي خفت وخرجت أو الموجودة حاليا دلوقتي في العزل أو في الحجر الصحي في النجيلة. إجمالي الحالات اللي تم فحصها حتى الآن 1904، والحمد لله كله سلبي، كله سلبي، ما عندهمش أي حاجة ما عدا الحالتين، الحالة اللي خرجت وخفت خلاص والحالة اللي موجودة دلوقتي في النجيلة، وتقريبا كده فضل الله نقدر نقول 10 أيام 11 يوم وإن شاء الله كمان تخرج بالسلامة. تعالوا نشوف النهاردة البيان الثاني الدوري الثاني لوزارة الصحة اللي بتعلق فيه على الإجراءات في مصر والحالة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان المحدث لوزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية 4 مارس 2020. من يوم 7 يناير 2020 حتى اليوم تم إجراء 1904 تحليل لحالات مشتبه بها، جميعها سلبية ما عدا الحالتين، الحالة الأولى كان حامل للفيروس وتعافى، والحالة الثانية تخضع للعلاج، ما زالت تخضع للعلاج وفي تحسن مستمر، وجميع العلامات الحيوية في تحسن، وكذلك الأشعاعات التي تم إجراءها اليوم في المتابعة تؤكد تحسن الحالة. هذا بالإضافة ل 41 معتمر تم عمل فحوصات لهم في حالات مشتبهة وجميعها سلبية. الموقع اللي فيه الشركة اللي كان يعمل فيها الأجنبي الذي يخضع للعلاج ما زال الحجر الصحي قائم، وما زال أكثر من 2500 شخص يعمل في هذه الشركة من الشركة والشركات المعاونة لها تحت الحجر الصحي، وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي اشتباه في أي إصابة. العمل الذي تقوم به وزارة الصحة هو عمل بتنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية وتنسيق لحظي، وجميع فرق المسح الطبي تقوم بهذا العمل مع منظمة الصحة العالمية، وجميع البيانات مدققة وجميع التحاليل يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق أود أن أشكر جميع العاملين في وزارة الصحة والجهات والمؤسسات التابعة لها على التفاني في العمل والإخلاص في العمل على مدى الأيام السابقة وعلى مدى الشهرين السابقين، وأخص بالذكر قطاع الطب الوقائي والحجر الصحي وفرق العزل وفرق الترصد وجميع وهيئة الإسعاف المصرية وجميع العاملين في المواني والمطارات والمواني البرية، وكذلك فرق التي تقوم بالاستقصاء عن جافة المخالطين، وجميع العاملين في وزارة الصحة وكل القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وأشكرهم وأشكر ذويهم وأسرهم لتحمل هذا النوع من العمل والإخلاص فيه. إن شاء الله بكرة بإذن الله نقوم بعمل بيان محدث، ولكن في حالة ثبوت أي حالة إيجابية في أي وقت ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بإعداد بيان مشترك وإطلاع الجميع عليها لحظيا. أشكركم. ده كان بيان مهم الحقيقة من سيدة وزيرة الصحة، ومن كلامها يوميا هيكون في إعلان يومي للناس عشان تعرف الحالة عاملة إزاي جوه في مصر.
شيء مهم النهاردة برضو حصل الحقيقة، وتحرك مهم جدا من الحكومة ممثلة في السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فيما يتعلق بالعمالة المصرية اللي موجودة في دولة الكويت الشقيقة، أو بالأحرى يعني العمالة المصرية اللي بتشتغل في الكويت وموجودين هنا في مصر في أجازة. الكويت زي مصر زي أي دولة بتتخذ مجموعة من الإجراءات عشان تحمي نفسها، ده المخول ليها طبعا تحت الظرف اللي العالم كله موجود فيه. فالنهاردة تم التواصل من قبل الوزارة مع السفارة الكويتية في القاهرة عشان التنسيق بشأن عودة المصريين اللي بيشتغلوا في الكويت عشان يرجعوا مرة تانية لأشغالهم. الوزارة أكدت أنه يمكن عودة المصريين لأعمالهم في الكويت بشرط حاجة بسيطة جدا، ان هو يعمل فحص بي سي ار، يعمل فحص البي سي ار. ايه البي سي ار ده؟ هو تحليل دم. عن طريق تحليل الدم ده بيتم كشف بس الفيروسات لا قدر الله لو في حد عنده حاجة، عشان يعرفوا لو في اي مرض من عدمه، وده احتراما للقواعد الداخلية الموجودة في دولة الكويت الشقيقة. وبالتالي هيعمل التحليل ده في أي مستشفى حكومي أو أي مركز حكومي، مركز صحة معتمد، هياخد كشف البي سي آر أو تحليل البي سي آر ده هيطلع بيه على وزارة الخارجية عشان يصدق عليه، يصدق على نتيجة تحليل الدم البي سي آر اللي هو عمله، وهيطلع بعديها على السفارة الكويتية هنا في القاهرة يروح يقدمه. السفارة الكويتية كمان مشكورة، هتفتح أبوابها لفترة مسائية، هتشتغل كمان بالليل عشان الناس تقدر تروح تقدم تحليل البي سي آر المعتمد الأول أو المصدق عليه الأول من وزارة الخارجية. ده إن شاء الله من أول يوم الحد الجاي 8 مارس. كمان المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية كانت برضو أصدرت النهاردة قرار منذ قليل، يعني بتقول فيه إن هيتم تعليق العمرة خلال الساعات القادمة أو ابتداء يعني من اليوم بالنسبة للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكمان فيما يتعلق بالمقيمين في المملكة فيما يتعلق بمناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك في زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. طبعا في إجراءات احترازية، والعالم كله الحقيقة بينظر إلى مسألة التجمعات بشيء من الحذر، فإن شاء الله يعدي الموسم ده على خير بقى وترجع تاني، ويرجع بيت الله الحرام وترجع تاني للمدينة المنورة، ويرجع كل مكان في نشاط بشر الحياة وفي خير يرجع تاني الناس ليه. بشكل برضو موازي هنا في مصر مش بعيد عن الحج والعمرة، وهو في لب الموضوع اللي بنتكلم عليه، الإجراءات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، اللجنة العليا للعمرة والحج أعلنت عن اتخاذ مجموعة من القرارات في اجتماعها الأخير لحماية حقوق المصريين الراغبين في أداء العمرة. الشركات السياحية المنفذة لهذه البرامج وبتكليفات من غرفة شركات السياحة اعتمدت هذه القرارات بالاتفاق مع الوكلاء السعوديين، يعني من بينها تكليف غرفة شركات السياحة انها تنسق مع الوكلاء السعوديين عشان مسألة استرداد شركات السياحة المصرية، وبالتالي الناس المصريين اللي كانوا حاجزين سواء سكن او خدمات او خلافه ازاي ياخدوا فلوسهم. وطبعا المملكة كانت قالت ده هيتم عن طريق بشكل الكتروني زي ما الدفع كان الكتروني، برضو عودة الرسوم هتتم بشكل إلكتروني. الشيء الثاني إن شركات السياحة هي اللي هتتحمل المسؤولية كاملة تجاه المواطن في حال إلغاء برنامج العمر أو تأجيله، وإنها ترد القيمة اللي كانت خدتها. القرار الثالث تكليف غرفة شركات السياحة بحل أي مشكلة تنشأ ما بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وإن شاء الله اللي دفع فلوس ياخدها، أو زي ما قالت حتى الغرفة إن اللي محتاج إن هو يأجل يأجل. معلومة تانية الحقيقة برضو كده أخيرة، منظمة الصحة العالمية بتحذر من الفلوس الورق. منظمة الصحة العالمية يا جماعة بتحذر من الفلوس الورق. ليه الفلوس الورق؟ لأن ممكن أنا يكون عندي برد أنفلونزا أو كورونا وعطست في منديل، وخدت المنديل ده حطيته في جيبي زي ما هو حاصل الحقيقة دلوقتي، وجنبها جنب المنديل ده فلوس ورق، قد يكون الفلوس الورق أو جنب المنديل تلقط العدوى، الفيروس بيظل لأيام على الأسطح من بينها الأسطح الورقية أو الخشبية، فبالتالي
فبالتالي منظمة الصحة العالمية بتحذر من استعمال الأموال الورقية بشكل ما. ازاي بقى تتحل بالنسبة لنا؟ معرفش يعني. هم بره بيستخدموا الكروت الدفع، هنا وفي شعوب كتير بنستخدم الورق، لكن على اي حال دي مجموعة من الارشادات كده امام حضراتكم، ازاي نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا، اننا نتجنب المريض اللي عنده برد، ايه ما بلاش نبوس ونحضن يعني، خلوها بس مشاورة. ان احنا نستعمل المناديل، واللي يعطس اعزكم الله يعني يحط بس ايده كده او يحط منديل، بلاش يعني. الحاجة الثالثة الايدين، غسل الايدين، وجبنا لحضراتكم فيديو بقى لنا يومين بنذيعه ازاي نغسل ايدينا بشكل سليم. سلة المهملات، يعني معاه منديل يرميه في سلة مهملات، دي الحقيقة مجموعة من الامور او الاحتياطات. واللي يحس ان عنده اعراض، الاعراض هنا ودي مهمة جدا، واللي زي ما قال المستشار نادر سعد من شوية، مش أي واحد عنده شوية سخونة أو دور برد يروح على مستشفى الحميات، لا، في إن هو يكون طبعا جاي من بره في خلال 14 يوم، إن هو يكون جنب حد ثبت إن هو مصاب لا قدر الله، أو إن في حاجة كده. ولكن الأعراض بيتكلموا على سخونة أكتر من 38 درجة الحرارة يعني، بيتكلموا على كحة ناشفة، بيتكلموا على بعد الكحة الناشفة يجي حالة ضيق تنفس شديدة. دول الثلاث حاجات لما يجوا مع بعض، فوق 38 درجة الحرارة أو كحة ناشفة أو إن حالة من ضيق التنفس، في هذه الحالة لازم طبعا إن هو يروح المستشفى. تعالوا كده نبص على العالم، الدنيا في إيه، لأن إيطاليا الأعداد النهاردة في إيطاليا بتزيد. احنا بنتكلم زيادة إصابات من امبارح للنهاردة، بنتكلم حوالي 3000 إصابة جديدة على مستوى العالم. الموقع الحقيقة هيقول لنا دلوقتي الأخبار ايه. بنتكلم برضو ان في دول زي إيطاليا مثلا النهاردة وقفت خلاص ماتشات الكورة، عفوا حضور الجماهير، يعني بيفكروا في مسألة عدم حضور الجماهير للمباريات. معلش نرجع تاني، انا ما شفتش الرقم كان كام النهاردة، اعتقد بيتكلموا في حوالي 95,000 او 94,000 حالة، 95,152 حالة، زادوا حوالي 3000 عن امبارح، وده رقم كبير. الوفيات برضو 3252، في حوالي اكتر من 200 وفاة عن امبارح الحقيقة. الحالات يعني نقدر نقول انها مطمئنة، 33% من الحالات الحرجة ما زالت 17%، وده مؤشر الحقيقة برضو مهم جدا امام حضراتكم. طيب نروح للدول، لجدول الدول عشان نشوف. ما زالت الصين طبعا هي اللي في المقدمة بالنسبة لنسب الإصابة ولنسب الوفيات أمام حضراتكم. 80,000 إصابة في الصين، الوفيات الجديدة في الصين 38 وفاة جديدة الحقيقة، الحالات الجديدة في الصين 131 حالة جديدة. كوريا ما زالت في المركز الثاني، بعدها إيران، إيطاليا الأول. إيطاليا طبعا الأعداد في إيطاليا بتزيد، وبتزيد بشكل كبير جدا، يعني هي الثاني معدل وفيات من الكورونا بعد الصين على طول، في 28 حالة وفاة جديدة في إيطاليا. الإصابات برضو إيطاليا في 587 حالة إصابة جديدة برضو في إيطاليا. إيران وراها تقريبا، يعني إيطاليا وإيران الاثنين تقريبا نفس الحالة. إيران بيتكلموا في 586 إصابة جديدة في خلال يعني الكام ساعة اللي فاتوا، أو اليومين اللي فاتوا بالكتير يعني على أقصى تقدير يعني. بيتكلموا برضو على 15 حالة وفاة جديدة. وباقي الدول زي ما هي أمام حضراتكم، أمريكا مات فيها حالتين النهاردة، أسبانيا ماتت فيها برضو حالة. الدول العربية طبعا الكويت النهاردة بيتكلموا في 56 حالة إصابة مؤكدة بالكورونا في الكويت، البحرين 52 حالة، العراق 35 حالة. مصر الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هي الحالة الوحيدة الموجودة حاليا في الحجر الصحي. إسرائيل 15، لبنان 15، جزائر وعمان. الحقيقة نسب الحقيقة برضو مرتفعة إلى قدر كبير، قطر فيها 8 حالات. ننزل يا جماعة عشان نطمن على مصر آخر حاجة. كل دي دول قبلنا بالمناسبة في أعداد الإصابات ومستوى الإصابات ومستوى الوفيات. مصر هي قدام حضراتكم إجمالي الحالات اللي ظهرت فيها، هم الحالتين بس، الراجل اللي خف وخرج واتعمل له حفلة بالتورتة قبل ما يخرج من الحجر الصحي، والراجل الموجود حاليا وإن شاء الله برضو 10 أيام ونجيب له تورتاية حلوة ونحتفل بخروجه بألف سلامة. نروح لأهم الأخبار النهاردة اللي حصلت وبنجمعها لحضراتكم في تقريرنا الإخباري اليومي.
وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى كليات التعليم الصناعي بجامعات حلوان، بني سويف، سوهاج، السويس لتصبح كليات التكنولوجيا والمعلومات، كما وافق على تعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها، إلى جانب إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مدينة سادات. أعلنت وزارة النقل اعتزامها التعاقد على 20 أوتوبيس صديق للبيئة للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك كمرحلة أولى لسلسلة التعاقدات التي سيتم إبرامها للعمل داخل العاصمة الإدارية في مجالات السياحة والنقل داخل وبين المحافظات وفي الشركات والمصانع والمدارس والجامعات. أعلنت وزارة الصحة عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان ل 215,190 مواطنا من خلال 161 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي. تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. أعلنت وزارة الزراعة عن انطلاق معرض زهور الربيع في نسخته 87 بحديقة الأرمان النباتية بالجيزة يوم 14 من مارس المقبل. يشارك في المعرض 193 شركة تعمل في مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق ومستلزمات الحدائق. من المتوقع أن تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها إلى 20% عن العام الماضي. نجحت سلطات الجمارك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في ضبط عدد 5 عملات ذهبية مع أحد الركاب الوافدين، والعملات المضبوطة ترجع إلى العصر البيزنطي تم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لقانون حماية الآثار لسنة 1983 وتعديلاته. قرر مسؤول لجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنيني تطبيق تقنية حكم الفيديو فار غدا في مباراة إنبي وطلاع الجيش في بداية الدور الثاني للدوري الممتاز. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم غد الخميس طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيقة الحقيقة للتباحث حول عدد من الأمور الخاصة بالتعاون ما بين القاهرة وجوبا وتفعيلها الحقيقة في مجالات كتير في الفترة القادمة، كمان للتباحث في عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك ما بين القاهرة وجوبا. الرئيس أشاد بالعلاقات المصرية الجنوب السودانية وحرص مصر على تطويرها ودفعها للأمام ومساعي القاهرة في هذا الإطار على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان. وفي هذا الإطار حيال الرئيس أشاد بالخطوة المهمة اللي حققها الأشقاء في جنوب السودان بإعلان الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك ماشار عن اعتزامهم البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وده كان جزء من مقررات اتفاق السلام في الجنوب. من جانبه نائب رئيس جنوب السودان ثمن الدعم المصري لبلاده والعلاقات الثنائية اللي بتجمع ما بين جوبا والقاهرة والدور الكبير اللي بتقوم بيه مصر في دعم استقرار الأوضاع في المنطقة وخصوصا في بلده في جنوب السودان. برضو النهاردة شيء مهم الحقيقة حصل وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وهو انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة اللي بيعقد لأول مرة في القاهرة وبيمثل ملتقى مهم جدا لأكثر من 1000 سيدة من مختلف دول العالم وشخصيات رفيعة المستوى وشخصيات وسيدات ملهمات من مصر ومن حول العالم ومن المنطقة العربية عشان يتبادلوا الرؤى ويتبادلوا الأفكار، لأن بلا شك المرأة هي وضعها مهم جدا في المجتمعات وفي العالم في الفترة الحالية. تعالوا نشوف هذا التقرير حول هذا التجمع المهم الحقيقة لسيدات الأعمال ولرائدات الأعمال حول العالم. بحضور عالمي رفيع المستوى انطلق منتدى الاقتصاد العالمي للمرأة الذي يعقد للمرة الأولى في القاهرة،
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. معانا 75 دولة النهاردة، سيدات كتير، في 90% منهم لأول مرة بيجوا مصر. موازنة مستجيبة للنوع وخطة مستجيبة للنوع، فبتشوف تأثير كل خطة التنمية على المرأة، بحيث ان احنا بنراعي البعد الخاص بالمرأة وجهود المرأة وتأثيرات الاجتماعية للمرأة. المؤتمر ده في يعني تم منه عدة نسخ قبل كده برئاسة الدكتورة هربين أورورا، وهي هندية الجنسية، وتم التعاون فيه مع المجلس القومي للمرأة علشان المنتدى يضم سيدات العالم. المنتدى يسلط الضوء على المرأة في الوطن العربي، كما أنه فرصة لمشاركة التجارب العملية وتسليط الضوء على حقوق المرأة العاملة والأم. النهاردة في 2020 ويتم تداول مؤتمرات عالمية في مصر لتمكين المرأة، دي رسالة قوية جدا من مصر إن مصر مستمرة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في جميع المجالات. سلسلة من جلسات النقاش وورش العمل وفعاليات التواصل. ما كانش في تركيز على دور المرأة في الشركات الانترناشنال أو شركات اللي هي بتاعت السيارات. ده مجال كبير جدا، وبالنسبة للمرأة احنا ابتدينا ان احنا نشجع المرأة ان هي تدخل الشركات دي. نحن نحتاج ان نثق في انفسنا جدا وقدراتنا وامكانياتنا، ويجب ان ندفع الى الامام، ويجب ان نتحلى بشجاعة لكي نستطيع ان نقول آراؤنا. منتدى الاقتصاد العالمي للمرأة ليس مجرد منصة لتبادل الافكار وتحقيق المساواة في المجتمع، بل مبادرة لتحقيق التغيير. فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات في كافة المجالات من مختلف دول العالم في مكان واحد وفره لهن المنتدى من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن. من مصر، محمد خالد. خلال السنوات اللي فاتت، نقدر نقول آخر 10-12 سنة مثلا، يعني من وقت التوك توك او ثقافه التوك توك لما غزت عقول الناس الحقيقه، اصبح في خطر كبير جدا بيواجه المجتمع المصري، ويمكن في ناس كتير جدا مش متنبهه ليه. يمكن اللي بيتنبه ليه قوي الصناعيه، لما حضرتك تحب مثلا تعمل اي حاجه في بيتك، كهرباء او سباكه او نجاره او حاجه، تلاقي الوسطى النجار ولا السباك ولا الكهربائي يقول لك ده انا مش جاي بكره عشان اللي معايا مش عايز يجي. ليه مش عايز يجي؟ لان اصبح في ثقافه سهله ان هو بدل ما يروح ويشقى ويتعب ويقف ويشتغل بايده ويتعلم صنعه، يقول لك لا، طب ما انا اشتغل على توك توك. بدل ما هو يبقى اسطى وصنايعي، يقول لك لا، طب ما انا بعمل لي الورديه على التوك توك دي، بطلع لي فيها مثلا ب 50 جنيه، اطلع لي فيها ب 100 جنيه، اطلع لي فيها باي حاجه، وانا قاعد باشا مستريح وسايق التوك توك ومشغل مهرجانات وقاعد مبسوط. فبالتالي أصبح تآكل لفكرة القوة العاملة، أصبح تآكل لطائفة مهمة جدا جدا في المجتمع، وكانت مصر بتتميز بيه، اللي هي الأسطوات، اللي هي الحرفيين، اللي هو الصنايعي الشاطر. فالحقيقة ده كان خطر، وده خطر كبير جدا بيواجه المجتمع المصري، يمكن ناس كتير مش واخد بالها منه. لكن اللي واخد باله منه الحقيقة الحمد لله هو متخذ القرار، هو المسؤول، واخد باله من الخطر ده. عشان كده وزارة القوة العاملة مؤخرا أطلقت مبادرة مهمة جدا جدا، ودي المرحلة الثالثة منها بالمناسبة، يعني مش لسه بتبدأ، دي المرحلة الثالثة منها. اسمها إيه المبادرة دي؟ اسمها مهنتك مستقبلك، يعني مستقبل حضرتك عشان تبقى إنسان كويس وتعيش كويس هو أن يكون عندك مهنة. في مبادرة مهمة جدا، أو دي مبادرة مهمة جدا الحقيقة، عشان تعلم الشباب عن طريق انها تنزل لهم، يبقى في وحدات تدريب مهني متنقله، تراكس او عربيات او في مراكز شباب او في اماكن تجمعات، عشان تعرفهم مهن كهرباء، سباكه، نجاره، حداده، كل المهن دي اللي بتتعرض النهارده للخطر، والاسطوات الكبار بتوعهم ما بقوش ينقلوها لاجيال تحتهم، لا، النهارده بدات الحقيقه وزاره القوى العامله تدخل في هذا الاطار. موجود النهارده العربيات دي واماكن تدريب المهن دي موجوده في خمس محافظات، موجوده في القليوبيه، موجوده في البحيره، موجوده في مطروح وفي قنا وفي اسوان، وده شيء الحقيقه ومهم جدا في اطار المبادره الرئاسيه اللي هي حياه كريمه للقرى الاكثر احتياجا، يلاقي مهنه يشتغل، وبالفعل بالفعل مهنتك مستقبلك.
معنا المسؤول عن مبادرة مهنتك مستقبلك أستاذ رضا العربي. أستاذ رضا أهلا بحضرتك، ومبادرة جيدة جدا، وأرجوك قول لنا هتتواجدوا فين في هذه المحافظات، وبتعملوا إزاي هذا الأمر مع الشباب وتقنعوهم أن يتعلموا مهنة أو حرفة بدل سواقة التوك توك أو أي حاجة أخرى يعني. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عمرو، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. حضرتك حقيقه انت اطرحت حاجه مهمه جدا فعلا في اطار مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياه كريمه لكافه المواطنين. قامت وزاره القوى العامله باطلاق مبادره مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على مهن حرفيه، خياطه وتفصيل، سباكه صحيه، كهرباء، تركيبات منزليه، مهن مطلوبه جدا في سوق العمل. عشان خاطر ان انا النهارده بدل ما الشباب الصغيرين بيروحوا يركبوا التوك توك زي ما قلت حضرتك وبيقصد ان هو يقعد ومرتاح وبيوفر فيه الورديه بتاعته 50 جنيه، لا انا بقول له دلوقتي تعالى هدربك مجانا، هأهلك ان انت تكون صاحب مشروع، هأهلك ان انت تكون صاحب عمل عشان خاطر تبقى عايش عيشة كريمة زي ما قال السيد الرئيس. طيب يا أستاذ رضا، عايزين برضو نعرف الناس الأماكن دي بتبقى موجودة فين. ممكن يكون حد بيشوفنا دلوقتي موجود في محافظة من المحافظات الخمسة ولكن ما يعرفش انتوا موجودين فين. حضرتك يا استاذ عمرو احنا متواجدين في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وان شاء الله المستهدف والمخطط ان احنا نغطي جميع محافظات الجمهورية بالكامل، واحنا بنوصل بالمقصود بالفكرة مبادرة مهنتك مستقبلك ان المواطن يفتح بابه ويفتح بلكونته ويفتح شباكه يلاقوا مركز تدريب متنقل قدام باب بيته بيقول له تعالى فتح له بابه، بيقول له تعالى اتدرب على مهنة محترمة. طب يعني مثلا في الأليوبية، في الأليوبية اللي سمعنا دلوقتي من اهل الأليوبية هيروحوا فين مثلا؟ قرية الأحراز يا فندم، قرية الأحراز في الأليوبية. طيب اللي موجودين في البحيرة يا فندم يروحوا فين؟ في قرية البحيرة، او احنا مستهدفين 143 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة اللي حددها السيد الرئيس. تمام. احنا مستهدفين 143 قرية، مش هنسيب قرية الا كمرحلة اولى الا ما نغطيها. طيب مراكز التدريب المهني، يعني اللي عايز يروح مثلا مركز تدريب مهني يسأل من المراكز اللي موجودة ومنتشرة في مصر كلها. حضرتك يا فندم في حملة إعلامية بتقوم بيها مديريات القوى العاملة لكل الناس وبتوصل لهم أكتر من الوزارة هنا، مديرية القوى العاملة في كل محافظة بتقوم بالإعلان عن توفير الدورات التدريبية والمواعيد المحددة والشروط اللي احنا حطينا عشان خاطر تتم عملية التدريب بصورة منتظمة. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للأستاذ رضا العربي مسؤول مبادرة مهنتك مستقبلك. وشيء كويس جدا يعني اللي ليه ابنه ليه أخوه يقول له روح واسأل أو هو يسأل له ويروح يتدرب عشان يبقى عنده مهنة ينفع نفسه الحقيقة الأول يعني، وبرضه ينفع أهله وينفع أسرته. فاصل، وبعد الفاصل عندنا لقاء مهم جدا وحوار أو حوارات مهمة جدا مع أهالي الشهداء. هيكون معانا المهندس صلاح عفيفي والد الشهيد النقيب عمرو صلاح رحمة الله عليه، وغيره برضو هيكون معانا اتصالات هاتفية من أسر الشهداء رحمة الله عليهم أجمعين عشان نعرف النهاردة اليوم هيمر عليهم إزاي بعد ما تم الثأر لينا جميعا من الإرهابي القاتل عشمة. بعد الفاصل إن شاء الله، خليكم معنا.